السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعينا الكرام في قناتكم قناة إكراك تي دي زد لأهم أخبار الجزائر اليوم. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في أخبارنا لهذا اليوم أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. كما تعلمون هذه الأيام يتم استهداف القنوات الجزائرية خاصة على اليوتيوب بشكل كبير، وكما على بالكم متابعينا الكرام قناة إكراك تي دي زد أيضا تم استهدافها من قبل وتم غلقها قبل أشهر من الآن، وهذا كله لأننا ننقل لكم أخبار بدون تزوير. اليوم أعزائي المشاهدين، للأسف الشديد أعلمكم أن أحد من إخواننا الجزائريين المدافعين عن الراية الوطنية وهو صاحب قناة ابن الشعب تم استهداف قناته للأسف الشديد اليوم، لأنه كان ينشر مواضيع حساسة ومواضيع أضرت كثيرا بأعداء الجزائر. لذلك هو اليوم قرر عدم الاستسلام والمضي قدما رغم الصعوبات والعراقيل، وقرر فتح قناة جديدة كما تشاهدون. هذه هي قناته الاحتياطية. إذا كنتم متابعين الكرام حابين تدعموا ابن بلدكم في مواصلة نشر الحق والحقيقة، اشتركوا في قناته الجديدة والتي سأضع لكم رابطها في صندوق الوصف وفي أول تعليق. وشكرا لكم متابعين الكرام على دعمكم للتصدي لحملة استهداف القنوات الجزائرية. في الأخبار أعزائي المشاهدين، اليوم لدي لكم فيديو يظهر أن الجزائر تنقذ تونس للمرة الثانية على التوالي في خلال أسبوع واحد فقط، لأن المرة الأولى كما تعلمون تونس كانت على وشك الانهيار فيما يخص بالكهرباء، حالها مثل حال مصر التي تعيش حاليا كارثة في توفير الكهرباء للمواطنين. المصريين الآن في حيرة من أمرهم بسبب هذا المشكل العويص، وكانت تونس ستلقى نفس المصير لمصر لولا تدخل الجزائر في اللحظات الأخيرة لإنقاذ الموقف الحرج. وبالحديث عن الكهرباء، هنالك أخبار جديدة وأنباء من مواقع إخبارية تقول بأن الجزائر ستقطع الكهرباء بشكل نهائي عن المغرب وبشكل تام، والجزائر لن تجدد العقد لتوفير الكهرباء للمغرب، والمغرب الآن مصدوم من هذا الخبر. لذلك متابعينا الكرام، بعد قليل سنشاهد مع بعض كيف تنقذ الجزائر تونس، وما قالته أيضا الصحف العالمية حول قطع العلاقات الكهربائية بين الجزائر والمغرب. أيضا متابعينا في الأخبار، بعد تشييد الجزائر لملاعب حديثة عالمية، اليوم يتم تصنيف ملاعب الجزائر من قبل المختصين في المجال الرياضي على أنها واحدة من الدول الرائدة في إفريقيا التي تتوافر على أحدث الملاعب المتطورة لسنة 2024، وسنعرف كامل التفاصيل حول هذا الخبر بعد قليل. أيضا أعزائي المشاهدين، سنشاهد فيديوهات ولقطات حصرية تحدث الآن في العالم. لذلك متابعينا الكرام، قبل أن نتطرق إلى تفاصيل أخبارنا لهذا اليوم، من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، ومن دون إطالة دعونا نبدأ في تفاصيل أخبارنا لهذا اليوم. دعونا متابعينا الكرام نبدأ بالخبر الأبرز والأكثر أهمية لنهارنا لهذا اليوم. هنالك فيديو أعزائي المشاهدين تم تصويره البارحة لطائرات إطفاء عملاقة جزائرية تقوم بعملية إخماد الحلائق على الحدود بين الجزائر وتونس. أعزائي المشاهدين، الطائرة الإطفاء الآن بدأت بالاشتغال حاليا وبدأت بعملها، وكما ترون هنالك إذاعة الجزائر الدولية تنشر هذا الخبر وتقول: شاهد الاستعانة بأربع طائرات لإخماد الحلائق بسوق أهراس الجزائرية على الحدود الجزائرية التونسية. يعني أعزائي المشاهدين، لولا تدخل الطائرات الإطفاء الجزائرية لإخماد هذه الحرائق لكانت الحرائق قد وصلت إلى تونس والتهمت جميع غابات تونس، ولكن الجزائر تدخلت في اللحظات الأخيرة وأنقذت هذا الموقف. وبالفعل لو وصلت هذه النيران إلى تونس ستكون تونس في ورطة كبيرة جدا، لأن تونس لا تمتلك مثل هذه النوعية من الطائرات لإطفاء الحرائق، والجزائر بالمناسبة تمتلك 10 وحدات من هذه الطائرات لإخماد الحرائق. شاهدوا متابعينا الكرام كيف تقوم الطائرات لإطفاء الحرائق الجزائرية بإخماد الحرائق على الحدود بين تونس والجزائر. والآن
متابعين الكرام، دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر ونتكلم عن موضوع مهم جدا، وهذا الموضوع يتم تناوله بشكل واسع في المواقع الإخبارية والعربية، بحيث أن هنالك أخبار تقول بأن الجزائر جاهزة لقطع الكهرباء عن الجارة الغربية. كما ترون الجزائر لن تعطي الكهرباء للمغرب في المستقبل، كان هنالك عقد وانتهى بين البلدين. تفاصيل متابعين الكرام في غاية الأهمية، دعونا نشاهد ما قالته هذه الصحيفة حول قطع الكهرباء بين الجزائر والمغرب، واللي شكلت صدمة كبيرة جدا للحكومة المخزنية الذين هم في حيلة من أمرهم كيف سيسدون فجوة الكهرباء إذا قطعت عليهم الجزائر الكهرباء، كما ستشاهدون في هذا الفيديو. Le Maroc vient d'annoncer que l'Algérie a cessé de lui fournir de l'électricité. Il n'y a plus aucun échange d'électricité entre le Maroc et l'Algérie depuis la fermeture du gazoduc Maghreb Europe, a confirmé lundi le ministère marocain de la transition énergétique et du développement durable. Le Maroc et l'Algérie sont connectés électriquement par deux liaisons maritimes. La première, mise en service en 1988, relie la ville marocaine d'Oujda à Gazaouet en Algérie. La seconde, d'une capacité plus grande, relie Oujda à la ville algérienne de Tlemcen. Aussi, l'Algérie pouvait exporter jusqu'à 1000 MW d'électricité vers l'Espagne, via le territoire marocain, dans le cadre d'un accord signé entre les deux pays en 2008. Cet accord offrait la possibilité au Maroc d'importer jusqu'à 700 MW de l'Algérie en cas de déficit énergétique. Mais toutes ces transactions ont cessé après la fermeture en octobre 2021, par l'Algérie du gazoduc Maghreb Europe GME en raison d'actes hostiles du Maroc. والآن متابعين الكرام، دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر ونتكلم عن الملاعب الجديدة للجزائر بمعايير عالمية، بحيث باتت الجزائر في طليعة البلدان الإفريقية الأكثر امتلاكا لملاعب كرة القدم بمقاييس عصرية، كما ستشاهدون متابعين الكرام كامل التفاصيل فيما يخص بهذا الموضوع. تعلمون هنالك توترات كبيرة جدا تشهدها المنطقة في شرق آسيا، بحيث أن هنالك الصين تتجهز لبناء جسور برمائية من أجل إرسال دباباتها إلى تايوان ومن أجل الدخول في حرب وغزو تايوان. هذا الخبر متابعينا هذا الفيديو متابعينا الكرام يحبس أنفاس الغرب والعالم، لأنهم متخوفون بشكل كبير من فكرة غزو الصين لتايوان. وشاهدوا متابعينا الكرام الفرقة الهندسية في الجيش الصيني، وهي تمتلك القدرة والأدوات اللازمة لنصب جسر سريع على الأنهار خلال دقائق معدودة فقط. بخصوص مشاريع الجزائر، أعزائي المشاهدين، هنالك صور جديدة تم التقاطها لمشروع الطريق السريع المينائي الذي سيربط ميناء بجية بطريق السيار شرق غرب أحنيف البويرة على مسافة 100 كيلومتر، ودخل حيز الخدمة 84 كيلومتر، ولا يزال قيد الإنشاء الجزء المتجه لميناء بجاية ب 16 كيلومترا المتبقي. الطريق يشمل نفقا بطول 1.1 كيلومتر والعديد من الجسور والمنشآت الفنية. ما رأيكم متابعينا الكرام في هذا المشروع الضخم للطرقات في الجزائر؟ أما في فيديو آخر أعزائي المشاهدين، البارحة تم تصوير فيديو للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو ينام في مؤتمر RNC الذي حضره البارحة. For Silicon Valley ever since he got here. He hasn't done anything for the people who he wrote this moving book about in terms of his own background. I mean, that's very hard to run from. That's going to stick to him. أما في خبر آخر أعزائي المشاهدين، هنالك البارحة محمد ثقلاب يصف محمد دومير بالهيشة بحجة أنه يعيش الناس في الماضي،
كما ستشاهدون متابعينا الكرام ما قاله محمد ثقلاب حول محمد دومير. بير محمد دومير هاد الهيشة هذا شغل هو عايش يحب يهضر للناس على الماضي يعيشهم في الماضي وفي نفس الوقت لعبها عبقري بصح عمره في حياته ما يتناول الواقع المعاش. والواقع وش رايك في الواقع هذا؟ انت عندك الاف المتابعين منه، احكي للناس الواقع وش اصلا. احنا رانا مثلا يحكيوا مع العمله الناسية بالعالم من الشواكر، احنا كانت الماريكا تدفع لنا الجيزيه، ما كانش يبيعوا قبل البحر تاع الجزائر، الجزائر كان عندها اسطول بحري، كانت 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 كانت. هذا رد على نفسك، اسكو رانا شواكر كيما بكري، اسكو عندنا اسطول بحري، اسكو عندنا عمله، اسكو كنا يعني حنايا نحاسبوا فرنسا على القمح ونحاسبوا لو موند حنايا على اسمها العصا والجزره. راك تعرف العصا الشعب ولا يعشق، شوف الشعب ولا يعشق الحكايات. انت امام يطلع للمنبر يبدا يحكي لك على قصص الانبياء، يبدا حاشا ماذا بيا نعرف انا قصه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام وكذا. ولكن وش رايك لو كنت تسقطها على الواقع؟ هذاك راه اجر عظيم عند رب العالمين لو كنت تسقطها على الواقع اللي رانا عايشينه. راه اجر عظيم. قال يا ودي اليوم خطبه اليوم مثلا، نعطيك مثال، خطبه اليوم على المناهج التعليميه هوش فيها. الخطبه الدوزيام مثلا على الطرقات، وش راهي تدي الاموات، الناس اللي راهي تموت في الطرقات. عندك ايماجيني نتايا عندك في العام 100,000 جريح يا رب العالية. عندك 20,000 قتيل، واش راه في حرب ولا وشنو هذي؟ 20,000 قتيل و 100,000 جريح، وشنو هذي؟ حرب نووية وما يصراش فيها هكذا. والآن متابعين الكرام دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر ونتكلم عن مشروع الكهرباء. من الوارد أن الجزائر ستقوم بقطع الكهرباء يعني المغرب، بحيث أن هنالك شكل مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والجزائر في مرحلة ما حلقة من علاقة التعاون بين البلدين خلال سنوات عديدة في استقرار الشبكة. وفجرت وزارة الانتقال الطاقي في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة مؤخرا مفاجأة حول توقف تبادل الكهرباء بين البلدين منذ نهاية أكتوبر تشرين الأول 2021، مشيرة إلى أن وجود البنية التحتية للربط لا يعني استمرار التعاون. وتأتي التصريحات بعد أن ألمحت تقارير رسمية في وقت سابق عن استمرار الربط الكهربائي بين الجزائر والمغرب. وعلى الرغم من القطيعة على خلفية الأزمة السياسية بين البلدين، إذ كشفت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لدى المغرب على أن النظام الكهربائي في المغرب مرتبط بالشبكة الكهربائية الجزائرية. وبهذا نكون أعزائي المشاهدين قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم الفيديو من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، وسألقاكم في الفيديو القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.